السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. بالنسبة لتاريخ الامتحان الموحد للسنة الثالثة إعدادي، فقد تقرر إجراء هذا الامتحان إن شاء الله في يومي 6 و7 من شهر يوليوز 2022، يعني يومي 6 و7 من شهر 7 يوليوز في هذه السنة هذه إن شاء الله. إذا الامتحان الجهوي للمتدرسين والأحرار للسنة الثالثة إعدادي غادي يكون إن شاء الله يومي 6 و7 يوليوز 2022، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.